المشهد لازال على حاله. العملية العسكرية الإسرائيلية 4 ساعات، ندخل في حدود ال4 ساعات، والعملية العسكرية الإسرائيلية لازالت مستمرة في محاصرة المنزل. الآن في محيط هذا المنزل هنالك تواجد واستخدام لعدد من الدوريات العسكرية الإسرائيلية. نرصد عدد من جنود الاحتلال والاشتباكات المسلحة المستمرة الآن من مسافة قريبة من محيط المنزل المحاصر. في هذه اللحظات يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى 2 من المطاردين، أحدهم سلم نفسه وهو أنس الدبعي، وكذلك أيضا الإبقاء على الشاب محمود الدبعي الذي يرفض تسليم نفسه. مستشفيات مدينة جنين ابن سينا وكذلك أيضا الرازي ومستشفى جنين الحكومي جميعها تعاملت حتى هذه اللحظة مع 11 إصابة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. في الآن إطلاق نار من محيط المنطقة. نعم، أرجو أن تكون حذرا خالد، إذا سمحت أرجو أن تتوخى الحذر. رجاء. نعم الآن نحن نحتمي خلف جدار أحد المنازل هنا. إطلاق نار يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات، وتجدد للاشتباكات التي لم تتوقف حقيقة منذ الساعة 8 صباح هذا اليوم في هذه العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة من قبل المقاومين الفلسطينيين، ومواجهات أيضا في محور مدخل المخيم الغربي بالقرب من دوار العودة. استمرار لهذه المواجهات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض الحصار وتقدم لعدد من الجنود في محيط المنازل، يتقدم رويدا باستخدام عناصر الوحدات الخاصة في محاولة الولوج إلى المنزل المحاصر، والذي تم استهدافه بنحو 6 قذائف مضادة للدروع ويطلق عليها قذائف الإنيرجا، أدت إلى احتراق كامل للمنزل وتحديدا الطابق الثاني. الآن يسمع صوت انفجار ضخم آخر. هذه الأصوات تؤكد على استمرار المواجهات العنيفة. بعض مصادر هذه الأصوات إما القذائف الحارقة التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى القنابل الصوتية، وأخرى عبوات محلية الصنع يطلقها المقاومون الفلسطينيون صوب جيش الاحتلال الإسرائيلي. خلال هذه الفترة مدينة جنين تتعرض لعمليات اقتحام شبه يومية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وتحديدا أمام هذا المشهد الذي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلاله الوصول إلى عدد من المطاردين الفلسطينيين.